شكى مواطنون في الناصرية من طفح مياه الأمطار وغرق منازلهم لا سيما في المناطق الشعبية المخدومة جزئيا. أما جنوبي الناصرية وتحديدا ناحية الفضلية فقد شهدت مأساة أخرى مع أول زخات المطر. بغياب آليات الجهد الخدمي اتكررت المناشدات والغضب الشعبي المتكرر منذ أكثر من 10 سنوات. عندنا أغلب التلاميذ ما قدروا يوصلون المدرسة، هو الدوام يوم واحد للتلميذ، يعني يوم واحد يحرم منه بسبب الأمطار. فلو كانت شوي شوارع تصرف المياه، مجاري مرتبة، الأرصفة، يعني ممكن أنه تساعد حركة التلاميذ، حركة الناس. الاستعدادات غير كافية، لا أكو مدير بلدية يطلع ولا أكو، والحكومة بالنسبة للمحافظات تعد المحافظات لكنها بدون تنفيذ. تعال شوف الأنهر، صارت الشوارع أنهر من الفيضانات والأمطار. دخلات التغييرها بالخفاجي الناصرية.